السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. في الأول لازم نصلي على حبيبنا ورسولنا محمد، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنقول على حل مشكلة عدم القدرة على استقبال قمر آموس على نفس طبق النايل سات، لأن في ناس كتيرة اليومين دول طبعا عشان كأس العالم الناس كلها عاوزة تستقبل آموس لأنه أسهل قمر في الاستقبال وهينقل البطولة كاملة إن شاء الله، لكن طبعا الناس بتطلع تستقبل القمر وبتلاقي صعوبة. فالنهاردة إن شاء الله هنمشي مع بعض واحدة بواحدة عشان نحل المشكلة ديت، وهنقول على حركة بسيطة خالص هتعملها هتلاقي نفسك استقبلت قمر آموس بكل سهولة. طبعا انت اول حاجه بتعملها بتطلع التلفزيون او الشاشه والريسيفر بتاعك، وكل انت بتعمله سواء لو انت عندك ملف امارة على الريسيفر بتدوس على زرار السات وبتختار قمر آموس، وبتجيب تردد اي قناه انت عاوز تستقبل بيها سواء قناه رياضيه او اي قناه. طبعا انا هستقبل بتردد 10971 او 10970 عمودي معدل الترميز 30000، وهنظهر اشاره كده. طيب بالنسبه للناس اللي هي ما عندهاش ملف امارة على الجهاز بتدخل على النايل سات عادي وبتكتب التردد اللي احنا قلنا عليه في قائمه الترددات وبتستقبل الاشاره عادي، وبعد كده بتعمل بحث او بتنزل ملف امارة. في الوقت الحالي كده احنا كتبنا التردد اللي احنا هنستقبل بيه وواقفين جنب الطبق اهوت. كل اللي احنا هنعمله هنفك عدسه، هنفك السلك من عدسه النايل سات. طبعا هيكون معاك وصله سلك تشتغل بيها ولا حاجه. ادي شلنا السلك من النايل سات، وهنجيب العدسة المعدلة اللي احنا كنا عملناها قبل كده. لازم عدسة معدلة زي ديت، معدلة بمعنى ان احنا بنشيل الكفر من عليها وبنشيل او بنكسر الحلقات وبنغلفها عشان المطر او الحشرات ما تخشش جواها. والفيديو اللي احنا كنا عملنا فيها الطريقة ان شاء الله هسيبكم في خانة الوصف وهيظهر عندكم في حرف الاي دلوقتي. كل اللي احنا هنعمله احنا هنركب العدسة بالشكل ده كده. طبعا في كل فيديوهاتنا احنا عملنا فيديوهات كتيرة قوي على قمر آموس، كنا بنقول ان احنا بنحط عدسة آموس على يمينك وانت ورا الطبق وانت واقف على النايل سات، يعني ده عدسة النايل سات اهيت، بتركب عدسة آموس جنبيه بالشكل ده كده، بتفضل تطلع وتنزل وتطلع قدام وترجع ورا، مفيش اي استقبال. يعني انا اهو عشان ما تفكرش ان انا بستهتر في الاستقبال، مش جاية معايا اي اشارة اهو. طيب انت قبل كده كنت قلت ان استقبال النايل سات استقبال قمر آموس سهل لاي حد وممكن اي حد يعمله في بيته. انا هقول لك دلوقتي تعمل ايه. زي ما اتفقنا ان احنا ما فيش اي اشاره اهوت. طيب في الحاله دي هتفك العدسه دي تاني وهتركب العدسه السلك في عدسه النايل سات تاني. احنا كده عملنا ايه؟ انت كده ما عملناش حاجه. انا هقول لك تعمل ايه. وكمان هتطلع من القائمه اللي انت داخل فيها ديت وتجيب اي وتجيب قمر النايل سات وتجيب قناة المجد للقرآن الكريم. طيب ادي قناة المجد اهي جايبة اشارة 91%، احنا مش عاوزينها اشارة 91%. وانت واقف على النايل سات بالشكل ده كده هتحرك الطبق اتجاه ايدك اليمين وانت ورا الطبق حوالي ملي او 2 ملي، بحيث ان اشارة قناة المجد تقل تكون حوالي 80 او 82. ادي هنحرك، طبعا هنكون فكينا الطبق من ورا من الصامولتين ال 13، مالناش علاقة بين الصامولتين ال 10 او المسمارين ال 10، هنفك الصامولتين ال 13 وهنحرك الطبق اتجاه ايدك اليمين حاجة بسيطة جدا كده. ادي الاشارة جابت معانا 82 اهيت، نقللها كمان شوية. ادي اشارة قناة المجد للقرآن الكريم جابت 82%. احنا كده عملنا ايه؟ احنا كده خلينا اشارات النايل سات كلها شغالة لكن قللنا الاشارة شوية. بمعنى ايه؟ لو احنا جبنا كده قناة اللي هي الرياضية اون تايم سبورت علشان الناس تتأكد برضو ان النايل سات شغال كويس اهي، اون تايم سبورت ادي القناة جايبة اشارة 72% زي ما حضراتكم شايفين اهو. في الحالة ديت بقى انا هجي هرجع تاني لقمر آموس واجيب نفس الطرد اللي كنت بستقبل بيه واظهر الاشارة كده وهفك السلك. يعني دلوقتي كل اللي انا عملته ايه؟ لو ما عرفتش لو طبعا لو انت هتطلع عدسه من الاول واستقبلت آموس خلاص، لو ما استقبلتش آموس هتعمل ايه؟ هتحرك الطبق بتاع النايل سات حاجه بسيطه ناحيه ايدك الشمال ناحيه ايدك اليمين وانت ورا الطبق، وبعد كده هنجيب العدسه اللي احنا قلنا عليها اللي احنا معدلينها وهنجرب تاني بالشكل ده. ادي جبنا اشاره، اول ما حطيت العدسه الاشاره جت معانا على طول، ادي 68% اهيت، نحاول نزودها شويه، ادي بتجيب 72% اهو، 76% كمان. طيب في الحاله دي انا هعمل ايه؟ هتاكد ان انا مستقبل قمر آموس ولا لا. المفروض ان اعمل بحث على التردد ده لو نزل لي قناه سبورت 2 او طبعا القناه مشفره، يبقى انا كده اتاكدت ان هو نزلت. او لو انا عندي ملف قنوات ممكن اجيب قناه المفتوحه اللي هي قناه هلا. ادي جاي قناه هلا جايبه معانا اشاره
72%. يبقى كده كل اللي فاضل ان انا اعمل ايه؟ فاضل ان انا هربط على العدسه، سواء هربط عليها بقفيز بلاستيك او بشريط لحام او بقفيز اللي هو قفيز الصاج، وبكده هكون انا استقبلت امر قاموس بكل سهوله. طيب بالنسبه للناس اللي هي موجوده في صعيد مصر، او بالنسبه للناس اللي هي عندها تغطيه قمر قاموس ضعيفه، وانت لو انت عندك تغطيه قمر قاموس ضعيفه هتستقبل قمر قاموس هو السنتر، وهتخلي العدسه الثانيه هي عدسه النايل سات. طب لو احنا استقبلنا قمر قاموس سنتر، هتكون عدسه النايل سات ناحيه الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ لا، لو انت استقبلت قمر قاموس سنتر هتكون عدسه النايل سات الناحيه الثانيه، لان طبعا وانت مستقبل قمر على المسطره او جنب القمر السنتر بيكون مكانه على عكس مكان اتجاهه وهو سنتر. قمر النايل سات قبل قاموس، وبالتالي لما يكون قمر تاني سنتر وعاوز تستقبل النايل سات بتستقبله على عكس مكانه اللي هو ناحيتك الشمال وانت ورا الطبق. وفي الحاله دي بعد ما بتركب طبعا قمر النايل سات وقمر قاموس على نفس الطبق، بتجيب دايزج وبتوصل الدايزج، بتوصل عدستين على دايزج على دايزج واحد، وبتنزل سلك تحت للريسيفر علشان تشتغل القمرين بالرمود. طيب بالنسبه لقمر قاموس، قمر مجاني ولا بيشتغل بالشيرنج؟ قمر قاموس لازم يكون عندك ريسيفر اتش دي، لازم يكون عندك انترنت، لازم تشترك في سيرفر شيرنج. سيرفرات الشيرنج بتبدا في ناس بتبيعها من اول 30 جنيه او 40 جنيه لحد 300 جنيه على حسب نوع الريسيفر بتاعك وعلى حسب نوع السيرفر اللي انت هتشترك فيه. بالنسبه للسي كام بيبدا من 30 ل 60 جنيه 70 جنيه، ان الناشير برضك من 70 ل 80 جنيه، عندك الجوسات من ب 190 جنيه السنه وب 120 6 شهور، الفوريفر طبعا فوق ال 300. وبالتالي انت مهما كانت امكانياتك هتشاهد جميع البطولات. وطبعا بالنسبه لو انت لو انت اشتركت في سيرفر صوتيات، سيرفر بيدعم القنوات الصوتيه زي الجوسات، بيكون معاك جميع البطولات وبالتالي العربي. يبقى احنا كده بالنسبه للناس اللي هي حابه تستقبل قمر قاموس عشان كاس العالم، احنا قلنا الطريقه ازاي، وقلنا بعد ما بتستقبله انك لازم تكلم اي حد. طبعا انا بشتغل في السيرفرات الشيرنج، فلو اي حد حابب يشترك معايا هسيب رقم الواتساب في اول تعليق مثبت. بالنسبه للناس اللي حابه تشترك في الشيرنج، الشيرنج يعني لازم يكون عندك قمر، لان في ناس بتكلمني بتقول لك انا محتاج اشترك في الشيرنج، عندك قمر ايه؟ يقول لك انا عندي النايل سات. ما ينفعش، اقل حاجه لازم يكون عندك قمر حتى واحد زي قمر قاموس. وبالتالي احنا قلنا طريقه استقباله ازاي، وطريقه حل مشكله استقباله ازاي، لان في ناس كتيره بتطلع تحط العدسه وما بتعرفش. دلوقتي لو نفذنا الحركه اللي احنا قلناها ان احنا نحرك الطبق اتجاه ايدينا اليمين حاجه بسيطه، هنلاقي ان شاء الله سهوله وبساطه في استقبال القمر. اتمنى الكل يكون استفاد من الفيديو، واتمنى الكل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.